تم وضع حيز الخدمة خطين كهربائيين ذو التوتر العالي 400 كيلو فولت قيس الفكينينا وقيس سيدي عقاقرة. الخط الأول يربط بين محطة قيس ومحطة تحويل الكهرباء 400 إلى 220 كيلو فولت سيدي عقاقرة بمدينة بسكرة، والثاني محطة قيس ب مع محطة تحويل الكهرباء 400 إلى 220 كيلو فولت فكينينا ولاية أم بواقي. هذا الخطان سيساهمان في تطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، كما يساهمان في الربط بين الشرق والجنوب، وكذلك استفادة من الطاقات المنتجة في محطة التوليد بقماش ولاية بسكرة وقيس ولاية خنشار.